في قضايا وتجارب وفي عدم ثقة تاريخية بالقضاء، وبلس بوقتها ما كان في قانون الحماية من التحرش ليكون واضح. بس للأسف النهج العام للقضاء بلبنان خاصة ملفات النساء بكتير محلات مخزي، يعني بكل صراحة منقولها، بيقول لها القاضي حط إيده على التلميذ قاصر لحتى يتأكد هل هي أوارة موضوع التحرش. هذا زعيم سياسي لحزب سياسي معروف جدا ديني، أنه ما كان يحكي بهالقضايا، طلع خصص خطاب ليقول أنه هاي المنظمات اللي عم تمنع زواج الطفلات بتخدم أجندة العدو. كلنا منعرف أنه قوانين الأحوال الشخصية الطائفية هي لمصلحة الرجل، والنساء أول حدا بيدفع الثمن فيها بهذا المحل. شو المبرر أنه اليوم القتلة أحرار طلقاء؟ يعني حدا يعطيني مبرر.